هي لحظة لتكريم الأستاذ أحمد الخنيشي أحد أعمدة الفقه والقانون والحقوق في المغرب، تتلمذنا على يديه تعلمنا الحروف الأولى في القانون وفي الحقوق، أثر فينا بشكل كبير لصرامته الفكرية ولتأصيله وتنظيره للعمل الفقهي ولاجتهاداته المستنيرة والمتنورة. رجل متعدد العطاءات، هو رمز بكل ما في كلمة رمز من معنى، مارس القضاء وكان نزيها ومعطاء، ومارس كأستاذ جامعي فأعطى ووفى، وكان محاميا رصع عقد جدول هيئة المحامين بالرباط ولازال إلى غاية يومه، وقد التحق بهيئة المحامين بالرباط منذ سنة 1989. صعب أنني نختصر عطاءات الرجل، ووافر العطاء، كان سخيا إلى أقصى الحدود من الناحية العلمية والناحية الفكرية، وأثر في جيل بكامله، وأكيد بأنه سيأثر في الأجيال القادمة أيضا. هو رمز للخصوصية المغربية، رجل استطاع بفكره المتنور وبعمق بصيرته وبعمق تبصره وتفكيره أن يلتقط الإشكاليات والمشكلات الكبرى التي كانت في المغرب. هو رجل ناصر الحركة النسائية، كان بجانبها واجتهد في هذا الباب الشيء الكثير، وأنا شخصيا حضرت معه في أكثر من لقاء وفي أكثر من ندوة، وهو يدافع عن حقوق المرأة بمنظور فقيه متنور يربط بين أصالة الفقه ومتطلبات العصر. شكرا له ولأمثاله، والمغرب ما عليه إلا أن يكون فخورا وممتنا وفيا لمثل هذا الرجل.